بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا بيان لمظاهرة تجمع ثوار 17 فبراير في الخارج. بالتهديد واضح. في الوقت الذي يخوض فيه ثوارنا المواسل في ليبيا معارك الشرف ضد بقايا نظام القذافي، الباحثين عن كرامتهم، المنقلبين على شرعية البلاد ومبادئ ثورة 17 من فبراير التي دفع فيها شعبنا الليبي الغالي الغالي والنفيس، نعلن نحن أعضاء تجمع ثوار 17 فبراير في الخارج ونؤكد على التالي: أولا دعمنا التام لعملية فجر ليبيا، الله أكبر أكبر، حتى إنهاء مهامها وبسط الأمن في كامل ربوع بلادنا الحبيبة، الله أكبر. ولن يتحقق ذلك إلا بعد القضاء على فلول القذافي ومن تحالف معه، كما نعلن دعمنا لمجلس شورى ثوار بنغازي ضد الانقلابي المجرم خليفة حفتر ومن تبعه، الله أكبر. ونؤكد أن ما يجري اليوم هو استكمال لثورة 17 من فبراير ضد أزلام النظام السابق الذين يسعون إلى العودة إلى السلطة من جديد وإعادة بناء الدولة الدكتاتورية العسكرية البوليسية ونشر الفساد واستئناف نهب ثروات ليبيا. ثانيا نؤيد حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد عمر الحاسم وندعو المجتمع الدولي لدعمها والوقوف معها لمواجهة التحديات التي تمر بها. ثالثا إن مجلس النواب المنتخب في ليبيا والذي هو في برطة يتبع ويحالف بشكل صارخ واضح اللواء المتقاعد خليفة حفتر والميليشيات التابعة له، وقد قام هذا المجلس بتعيين حفتر قائدا عاما للعمليات العسكرية، وقام حفتر بإعلان الحرب ضد الثوار الصادقين. رابعا إن استهداف المواطنين المدنيين في بنغازي بالغارات الجوية كان بأوامر حفتر وبدعم مصر وبدعم حكومة السيسي الانقلابي، وقد نتج عن ذلك قتل وترويع للمواطنين ودمار للمنشآت، وقد حدثت غارات مماثلة في طرابلس ودرنا كذلك. خامسا نطالب مجلس النواب مرات أو طالب مجلس النواب مرات عديدة بتدخل القوات الأجنبية بالتدخل الدولي في البلاد، وذلك بأن نعتوا الثوار بأنهم إرهابيون متطرفون افتراء وتلطينا على الإخوة الثوار. سادسا تحالف مجلس النواب مع مصر ودولة الإمارات العربية للقيام بغارات جوية على مواقع الثوار في طرابلس، مما نجم عن ذلك قتل لإخواننا الثوار الأبطال رحمهم الله، وكان ذلك بدعو من دعم من حكومة السيسي بمصر. سابعا تآمر مجموعة من الخوان من بني جلدتنا في البلاد، منهم عارف الناير سفير ليبيا في الإمارات، وذلك بالتنسيق مع الحكومة حكومة الإمارات وحفتر لضرب الثوار بالطائرات. وخلاصة الأمر يبدو جليا بشكل لا لبس فيه تآمر البرلمان الليبي مجلس النواب مع خليفة حفتر لإبراز ما يجري في ليبيا أمام العالم على أنها حرب أهلية وليس صراعا بين أهل الحق والباطل وبين العملاء والمجرمين من بقايا أتباع الطاغية ومن الخونة الذين لا يريدون خيرا للبلاد والعباد بل يبيعون دينهم وضمائرهم بلعاعة من الدنيا. لكن حفتر بالمساعدة والدعم من مصر والإمارات أضحى يمتلك القدرة والمعدات لتنفيذ الضربات الجوية في ليبيا. ومن المشير أن حفتر والبرلمان قاما بإعداد برنامج للدعاية المنظمة تنظيما جيدا لإقناع الغرب وبعض الليبيين بأن جميع الجماعات الإسلامية في ليبيا متطرفة، وهذا افتراء صارخ، لكنهم حسبوا أنهم يخدعون الرأي العام. فمن المهم للغاية أن يعرف شعبنا والعالم كله المعرفة الدقيقة لما يجري على الأرض والذي كان السبب الرئيسي فيما يجري من قتال في ليبيا. كان حفتر وأعضاء قياديون في البرلمان الحالي سريعين جدا للتحرك ضد مقترحات مبعوث الأمم المتحدة
السيد متري لعرض حل سلمي للأزمة الليبية، وذلك لأن حفتر ومن والاه يفضلون استخدام الخيار العسكري للقضاء على جميع خصومهم بتضليل الليبيين والعالم. وأخيرا إذ نؤكد على تمسكنا التام بدولة القانون والتداول السلمي للسلطة، إلا أننا نؤكد كذلك على مبادئ ثورة 17 من فبراير وأنها خط أحمر، وأننا لن نسمح بإعادة إنتاج نظام القذافي من جديد تحت أي مسمى. نحن في هذا البيان أمام السفارة المصرية أيضا ندين ما فعلت حكومة الإمارات من سجن إخوان لنا هناك ظلما واعتداء. حفظ الله ليبيا وتقبل شهدائها وأدام عزها. تجمع ثوار 17 فبراير في الخارج اليوم السبت 13 من سبتمبر 2014 ميلادي، والله الله الله أكبر الله أكبر. ما يمشي شباب دم الشهداء، ما يمشي شباب دم الشهداء.